اللي بعثت لك اياها دكتور. لايف وي ار لايف. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في قهوه جديده من قهوات رمضان وسهرات رمضان. ان شاء الله اليوم بنكون معكم خفاف ولطاف. حابين نرحب فيكم جميعا، انا ومحمد تميمي ومعنا كابتن بسيوني والدكتور مخلص. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيف الاحوال؟ اهلا بالشبيبه. خليني اليوم اليوم يوم رياضي بامتياز. عفوا عشان التصحيح. ايوه، اقصد ان اليوم يوم رياضي بامتياز. ايوه يا سلام، جنون جنون الكره. يا سلام، اقولها لك بالهجايص. ايوه، احنا عايزين نتكلم كلام واللغه العربيه دي. الله يرضى عليك. المره اللي فاتت لازم محمد خلينا اليوم بالهجز. ايوه هلا يومين، خلونا يومين شباب عاملين حلقات كتير كبيرة حلوة وتقيلة. ايه، خلينا اليوم نخفف شوي الضوء على الهجز شوي. طبعا النهارده مقصد الدكتور مخلص انه بكفينا جدية، خلينا اليوم ننبسط شوية. وفعلا احنا يوم الجمعة بنخلي لهذا الشيء. فدكتور مخلص لك الحرية الكاملة، انت وكابتن بسيوني اليوم الحلقة لكم. جينا على بركة الله، على بركة احنا ضيوفكم. والله انتوا اصل حبيبنا. اليوم اخترنا لكم ثيم هيك عن الكرة، الكرة او السوكر او الفوتبول. يعني تعددت التسميات واللعبة واحدة. اوكي. لا يا بسيوني. صحيح. طبعا هو طبعا الشيء اللي احنا في منطقه الشرق الاوسط او في او الحاجه اللي احنا كلنا ترعرعنا عليها يعني هي ان كره القدم هي الفوتبول. ولكن مع انتقالنا لنورث امريكا لقينا الفوتبول دي حاجه ثانيه، ولقينا الموضوع لا اسمه سوكر. فالموضوع ده برضه عامل كونفليكت مع الناس شويه. صحيح. انا شخصيا يعني طبعا هو الرياضه بشكل عام هي شيء محبب للجميع، وكل الناس يفضل ان يكون عندها ميول رياضيه وتمارس الرياضه بالاضافه الى مشاهده الرياضه. ولكن انا دايما ليا تعليق على موضوع الفوتبول اللي هو الامريكان فوتبول ده، هو مصارعه اكتر. يعني فين الفوت وفين البول؟ الموضوع ملوش علاقه بالرجل والقدم قوي قد ما ليه تاكتكس مختلفه. وانا يعني نوعا ما شخصيا يعني ما بحسش فيها بمتعه، ولكن هي بتاخد وقت وليها مشجعين طبعا وليها معجبين على مستوى العالم، خاصه في نورث امريكا يعني، وليها جمهور وطبعا لينا كل الاحترام والتقدير ليهم. ولكن جنون الكوره هي الكوره بتاعتنا، بتاعت رقص وهدها بالشبكة وشوطها في التسعين والكلام الحلو بتاعنا. طب من وين اجى كلمة كرة؟ تعرف يا بسيوني؟ كرة لغة عربية فصحى، الكرة. كرة من اوكي. بحكي لك ترعرع. بحكي لما تستعملش اللغة العربية الفصيحة وبحكي ترعرع. انا حابب اذكر الجمهور انه احنا بنرحب بارائهم واتصالاتهم. في تلفون تحت دائما موجود، ممكن تتواصلوا معنا اذا حابين تعلقوا، ممكن تعلقوا ونقرا تعليقاتكم. معنا محمد عيسى بقولنا اهلا بالكباتن، اهلين ابو حميد. اذا حابب تنضم لنا بلغني، بعرفش زي لك في الكوره انت. احنا لنا صاحب محمد عيسى عنده فريق. صحيح ابو حميد. ايه؟ يلا هلا ببعث. ايه طبعا الراجل كان عامل تورنمنت في اوتو، بيقول لك عملنا تورنمنت لو وبكل ضواضع بيقول لك وفاز بها الفريق العراقي. يا سلام على الطواضع. احنا العرب يا دين. يعني بص شوف احنا العرب الرياضه والبوليتكس في دمنا. ايوه لحظه اليوم حناخذ الشق الاول. لحظه لاني عاملين الاهتمام بالرياضه مشان ما نهتم بالسياسي. اسمع، راح مخلص شو عامل لهم؟ مخلص راح ضاربهم اسفين، صار كاتب ساخر سياسي وكاتب سياسة آخر رياضي. يعني جمع الاثنين مع بعض، اضرب التنتين مع بعض. لحظة محمد، أنا سياسي ما كتبت في حياتي. أنا كنت عايش ببلد يعني كلنا كنا نعرف شو إحداثياته، بس أنا كوني كان عندي موهبة الكتابة،
فإمبوسيبل تكتب بالسياسي يعني مستحيل. فأنا كنت هلا بعد شوية حكيكم قصتي مع الكتابة يعني وهي كتابة الرياضة. لا لا احكينا قصتك مع الرياضة بدناش الكتابة. لا فما عندك مخلص ما عندك أنت بتعرف أنا بتعرف تحكي لك قصتي. أنا قصتي بتشبه قصة قيس وليلى. أيوة أيوة أنا سياسة على حب. اسمع أنا كنت ولد صغير لك 12-13 سنة، الطابة هي حياتي كلها. بس بما أنه نحن كناس كفلسطينيين عايشين بسوريا، فكل نهار صبح وظهر ومساء لازم يقولون أهلنا لما طلعنا من فلسطين ما فادتنا غير الشهادة، اللي كان معه مصاري صار فقير. فكانت حياتنا كلها فوكسة على موضوع المدرسة. بدك تجيب حتى تدخل الميديكال سكول بسوريا مو مثل كندا. كندا هواية أو معك مصاري أو لا، هوني بدك تكون أخذ 99% لتدخل ميديكال سكول. فكان أهلنا كتير ضغطيننا ضغط فظيع، فما خلونا نلعب رياضة. فأنا حرموني أهلي من موضوع الفوتبول. يعني تدخل تروح على الرياضة. لا أنا كطفل حياة الرياضة. أجي أحكي لك قصتي مع مصر. أنا كرة القدم مربوطة بمصر، يمكن أحمد لا بيتفاجأ. فلما صرنا صف سابع بهديك الفترة ما كان في معهد لتدريس الأساتذة بسوريا، كانوا الأساتذة كلهم يدرسوا بمصر، كانت مصر هي الجامعة يعني. فأجانا أستاذ خريج مصر. لما صرنا صف هذا الأستاذ اللي هو خريج مصر، مرحب بالأخ محمد عيسى كمان. أهلا بالشباب، هلا والله. فتصور أحمد، أنا عايش بمدينة فيها 10,000 نسمة، يعني مدينة كتير صغيرة، وأنت بتحب كرة القدم، جاك أستاذ دارس مصر، شوف شو يحكي لنا. يقعد يحكي لنا على الأهلي والزمالك والكشافين وشلون بيجيبوا، ونحن البلد ما فيها غير ملعب تراب وعارضة حديد. أنا كنت من المجتهدين بالصف. فأنا قاعد هيك أول مقعد وأسرح سرح خيالي كله راح. بابا يعني أنا عشقت شيء اسمه جو الفوتبول من كتر ما حكينا على الرياضة بمصر. فحبيته. في هالفترة نفسها كانوا أهلنا عاملين ديل، بدك تروح تلعب فوتبول بالصيف لازم تروح 4 ساعات الصبح على المكتبة اللي هي المركز الثقافي. فأنا أروح على المركز الثقافي، أنا ماني بتاع كتب يعني، أنا كل السنة عبارة كتب. فكان الله بالصدفة إيه، فأنت كل السنة كتب ومجبور يعني، إذا ما بتروح 4 ساعات على المكتب الصبح ما في فوتبول بعد الظهر. فنروح على المكتب على المركز الثقافي اللي اسمه، كان في طاولة كبيرة عليها جرايد. هلا جرايدنا بسوريا بتختلف عن جرايد مصر، الجرايد المصرية فيها شوية مساحات أكبر. فعشقت شيء اسمه ميديا مصر، بعدين أدمنت هذا. فالكتابة اللي بكتبها أنا أخذتها من، كنت أنا من الإقلال بسوريا، كنا 2-3 بنكتب أدب ساخر اللي بسموه هكس أو بسموه أنتو يعني. فأنا كان القدوة تبعي محمود السعدني. أنا كنت قاصص لا قاصص مقالاته وقصصه وزبطه ودفاتره وتلوين يعني، كان عندي. فأنا أخذ الرياء السيستم تبع مصر كله. فلما اجى الكابتن حسن الشاذلي الله يرحمه واشتغل عنا بالنادي، كنت انا طبيب النادي، فاستغرب قال لي مو معقول. قلت له، حكيت له قصتي، قال لي انت كانه واحد من شال من مصر ومجايبينه على سوريا. فكنا نقعد، فكان سميني اللاجئ. فكنا نقعد بالباص احمد نسافر، طبعا تاع المباراه، طبعا السفر بالرياضه يعني شغلي 4 ساعات ضحك متواصل، 4 ساعات بالباص نحن فقط يعني متعه. فانا هي قصتي مع كره القدم. القصه اللي راح انهي فيها حديثي عشان ما اطول، انا في هاي البلد الصغيره مرق منتخب سوريا بعام 1972 71. منتخب سوريا وقف بهاي البلد لياخذ ساندويتش، بدهم ينتقلوا بين مدينتين. فكان في عنا حارس مرمى مثل ثابت البطل واكرامي، اسمه جورج مختار، كان حارس جسم هيك قاعد اول مقعد. ف صار الخبر بالبلد كله انه المنتخب سوريا هي بلد صغير كتير، فرقتنا كلياتنا. فتصور احمد، انا اشرت له هيك باي باي عبير الجريدي، لك ما رد علي. انا كان بس بدي اياه يطلع. فانا كتير انهرت، وكان هاي قصه لها دور كتير بحياتي. فضليت اشتغل بالرياضه لحتى وصلت طبيب منتخب سوريا. اول يوم بروح على المنتخب قلت له شباب، انا بس الي شرط واحد،
شو هو؟ قلت له بدي اول كرسي اللي جنب الشباك اول. المدربين استغربوا قالوا ليش؟ قلت لهم هون كان قاعد جورج مختار، انا في حلم بحياتي بدي اقعد محل جورج مختار. كل حياتي بالرياضه هذا الكرسي لي. احنا نكلم بقى الدكتور بتاع منتخب كندا عشان الحاج مخلص كده ناوي يعني مش عدونا على طول يعني. الراجل ده هيخلص وقت. الله يسلمك. اه لا خلي بالك ده كندا ده المستقبل، كاس العالم وكده. بنرحب بمحمد عيسى مره ثانيه. اهلا وسهلا ابو حميد حبيبنا والله دكتور، كم جمال. اهلا وسهلا بك. اهلا بالشباب الطيبين منورين الشاشه. اهلا والله. طبعا يعني هو هوس الكوره مش في الدول العربيه ولا لا يا كابتن سباسيوني؟ والله بص، هو هوس كرة القدم عموما مش مرتبط قوي بالدول العربية، هو مرتبط بكل مكان، ولكن مظاهر الخروج عن الإطار التشجيع العادي خلينا نقول إن هي تحمل ضجة في المجتمع العربي. يعني اسمح لي استخدم تعبير بسيط، إن احنا بنحب نضخم قوي، إن شوف بص الجماهير دي عملت إيه وبص الجماهير دي عملت إيه، في حين إن الناحية التانية جماهير إنجلترا وجماهير روسيا وجماهير بحر البلقان معروف عنهم الدموية الرهيبة في أوقات كتير، وبيحصل أحداث يمكن ما بيحصلش ليها هايلايت قوي، لأن الجهات الأمنية بتتخذ ضد الجماهير دي الإجراءات المعروفة والموضوع بعد كده بيخلص. ولكن يظل الجمهور العربي يذكر للتاريخ، إحنا علمنا عليكم في ملعبكم، إحنا غلبناكم في أرضكم للتاريخ. طب يا عم خلاص، ما الدنيا مشيت، الدنيا مشيت يعني. بس مصر الشعب العربي عاطفي. اه لا، هو الشعب العربي عموما احنا كجماهير، احنا جماهير عاطفي. يعني انا مثلا واحد من الناس اوقات كتير، وحتى اصدقائي يعرفوا عني كده، طبعا في انديه بتلعب كره في العالم، انديه رهيبه جدا يعني، ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، طبعا مستويات رهيبه، ولكن عشق النادي الاهلي فوق المستحيل. النادي الاهلي ده احسن نادي في العالم بالنسبه لي. لان شوف يعني نفسيا هو افضل نادي، ولكن بالارقام طبعا ده كلام يعني. هو النادي الاهلي ليه مكانته وليه احترامه وليه كل حاجه، ولكن هو الجانب النفسي دايما احنا اللي يدخل لنا في الكره يدخل لنا من الجانب النفسي. طيب حماده، انا بدي اسالك سؤال ما بعرفش يعني صح ولا لا. انا لي صديق مصري قال لي انه لما راح خطب مدامته تجوزوا، هلا اول سؤال سالوه مش عندك شقه ولا بتشتغل ايه ولا دي دخلك زي الافلام ولا هذا، اول سؤال بتشجع نادي ايه؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ فبقول لي عبت اطلع بالاوضه لقيت حاجه حمراء، قلت له مالي خلاص. في بعض العائلات لفتره كانوا بيتبعوا المنهج ده، او يعني طبعا هو الشيء من التعقل طبعا، ولكن في ناس في بيوت بتبقى منقسمه اهلي وزمالك، وفي نوادر كتير يعني البيت كله يبقى اهلاويه والاب بس زملكاوي، يعني ده بيبات على السلم لما الزمالك بيتغلب مثلا، او مثلا في مثال اخر تلاقي البيت كله زملكاويه والام اهلاويه وتفضل تغيظ فيهم طول النهار ان هو انت احنا غلبناكم المره دي. وعلى فكره بالمناسبه الحلوه دي، بكره بما اني انسان اهلاوي ومشجع مش متعصب، بكره ذكرى ان الاهلي فاز على الزمالك 6-1. انا قلت هتقول لي بكره 6 اكتوبر ولا احكي لك قصتي مع نادي الاهلي. طبعا نحن بتربطنا علاقات كويسه مع النادي الاهلي، لان احنا نادي الاتحاد. انا كنت بنادي اسمه نادي الاتحاد، بس هو ما اسمه الاتحاد. 1970 كان اسمه نادي الاهلي، لهلا بيجيبوا جول بالملعب بوقف الجمهور صي اهلي. فعلاقتنا كويسه وبيجوا لعنا ونزورهم، فزاير مصر انا 4-5 مرات كلهم باستضافه النادي الاهلي. فمره اخذت مرتي معي بالزياره، كنا رايحين مباريات وديه، فلما نكون معنا وديه بناخذ نسواننا بناخذ كذا، انه ما هي ماتش رسمي يعني. تمام. فانا زرت الاهرامات ساعه والاسبوعين قضيته في النادي الاهلي. فلا في شوبينج ولا رحت على محل ابدا، كل الوقت قاعدين انا ولي صديق بس عم نطلع على هالمؤسسه وعم ندرس شو اخي شغلي. النادي الاهلي جامعه يعني اوكسفورد مثلا، يعني شغلي كبير. خلينا نقول ان كل الانديه العربيه اللي كانت ليها اللي كان ليها السبق في المجال الرياضي او كان ليها البدايات او التاسيس، هي دايما صاحبه التاثير في المجتمع. يعني مثلا خلينا نذكر من المغرب العربي عشان اخواتنا في شمال افريقيا ما يزعلوش، عندك طبعا الوداد والرجاء، عندك الترجي والنادي الصفاقسي،
والنجم الساحلي، نادي الأهلي الليبي، في مصر الأهلي والزمالك، في سوريا أعتقد تشرين والاتحاد والأهلي، من الأندية القديمة يعني، أعتقد في العراق القوات الجوية أعتقد من الأندية القديمة على ما أذكر. وطبعا لا طبعا انا بستنى حتى يغلط، ارفع ايدك بستنى حتى يغلط الفيصلي والوحدات ده. بص دي ده بص الناس كلها في كوم ودول في كوم ودول في كوم، يعني يعني الزمالك والاهلي عندكم يعني احنا عندنا متجسد تماما. لا ما هو اصل الموضوع يعني بص اخواتنا في مشجعي الفيصلي ومشجعي الوحدات ما شاء الله عليهم يعني بص يعني خلصنا الكلام والله يا اخوان خلصنا. انا 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 هرجع للفيصل والوحدات لانه لهم قصه برضو دخلت بالسياسه كله سياسه. بدي اسال حضرت مره، انا حضرت المباراه مره، حضرت المباراه مره بالملعب، وكان سيدنا موجود بالملعب، كانت الاميره هي، وقلنا قصه كثير طريفه بعدين نحكيها. تفضل. طبعا احنا بنحكي انه الكره في دم الوضع في دم الشعب العربي لانه اسمها كريات الدم البيضاء، ولا لا يا حمد؟ كريات الدم الحمراء كلها كريات. محمد احكي لنا عن الوضع في العراق خاصه بعد المشاكل والحرب والهذا، كيف وضع الرياضه الان خاصه الكره يعني؟ يا حبيبي احنا كانت الطيارات تقصف واحنا نلعب كره. ما يهمه. ما في لا بس انا بالنسبه لي يعني نشأت وترعرعت بمنطقه صدرت للكره العراقيه خيره لاعبيها سواء على مستوى الانديه او المنتخبات. كان في من منطقتنا لاعبين كبار مثال دجلس عزيز، باسل جورجيس، كان في رياض نوري، موفق نوري، اسامه نوري، هذول اخوان. وكان في الله يرحمه توفق قبل كم يوم باسل مهدي الله يرحمه. يعني صدرت لاعبين كثار وتاثرنا احنا كلنا بيهم لانه كلهم يصيرون اباء اصدقائنا ومنطقه احنا صغيره، فحب الكره صار بالدم من الصغر. الحرب والكذا والهاي الامور ما اعتقد اثرت تاثير كبير بالنسبه للكره القدم. قلت لك يعني كان يعني حرب، ومثلا قبل ما يصير حظر التجوال يعني قبلها بربع ساعة تلقى الساحات مليانة عن بكرة أبيها لاعبين ومشجعين. هناك كانت كلها ساحات ترابية طبعا. نعم. ما في ساحات بالمناطق الشعبية، وفي عندهم يصير دوريات في المناطق الشعبية بيها يعني مشهورة في مدينة اسمها مدينة الثورة، مشهورة بإنتاج اللاعبين أيضا، في الحرية، في الشعلة، الدول عيب، بياع، في فرق من المناطق يلعبون، والكشافين كرة القدم اللي قبل شوية ذكرتوهم يجون للمناطق الشعبية أوكي. يختارون لاعبين للأندية مالتهم، يشوفون منو عنده موهبة، عنده بلازمة لاعب يصير كذا ياخذوه للنادي مالهم ويلتزموه ويسوون من عنده لاعبين زين. فمثل ما قال الكابتن بسيوني عشق كرة القدم يمشي ويانا بالتوازي. صعب مهما حصل يعني مهما حصل انت اتفرجت على أندية او انت شايف تكتيك مميز. يعني مثلا احنا دلوقتي في الوقت الحاضر وقبل التوقف وفرصة يعني نتكلم عن الأوضاع الحالية قبل العودة، الحمد لله يعني عشنا وشفنا أن الكرة راجعة والموسم ما تقفلش على كده. بس قبل مثلا الحظر كان عندك مثلا ليفربول كان مقدم مستوى موسم جيد، بايرن ميونخ كان مقدم مستوى جيد، يوفنتوس ولاتسيو في إيطاليا كانوا مقدمين مستوى جيد، كرة جيدة جدا ومستوى لياقة بدنية وتكتيك خططي عالي جدا. ولكن هات انت بقى فرقه زي الاهلي رايحه تلعب وانت عارف ان الفرقه بيعلم بها الا ربنا وانت زهقان اصلا، بس لا انت بتشجع وقلبك وزعلان يعني لو فرقه كسبت او خسرت انت واخد الموضوع، انت واخد الموضوع على قلبك يعني. صحيح. طبعا بسلم عليك بسيوني حراحشه، حسام حراحشه. ما انا شفت ما هو انا عايز ارد عليه اقول له ما هو انتوا ضيوف يا باشا لازم نعمل معاكم الواجب يا الف مبروك كسبتوا يعني لازم نسيب لكم حاجه يعني الف مبروك. تحيه لحسام تحيه. طيب محمد احكي لنا عن الكره في الاردن يلا. لا يا الدنيا. انت جيت للشخص الخطا.
انا احكي لك عن الكره في الاردن. يعني شوف انا الكره علمي فيها ايام الثمانين في الستة وثمانين كانه لما كان في مونديال وحضرته، هو الشيء الوحيد اللي حضرته في حياتي. ملكاش يعني قبل هيك قبل هيك وبعد هيك الفريق اللي بدخل فيه بعرفش يا اخي، غريب بينغلب. ليش بينغلب بعرفش، ما بعرف يعني، بحس انه بتنزل عليه بركات الكرم، بصير نتكرم على فريق الفريق المقابل، بصير نتكرم عليه بالملعب يلعب زي ما بده. اللهم قوي ايمانك كمان وكمان والله محمد. بعد لازم اي فريق، اي فريق مثلا في لعبه للارسنال ويا اي فريق اقول لك تعال شجع الفريق الخصم. انا بحكي لك على سطلون بالاردن. تفضل تفضل مخلص. الاردن النقل النوعي اللي صار بالاردن لما جابوا الكابتن محمود جوهري رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. عمل كان يمكن الامير علي جابوه، فعملوا صحيح، عملوا شغله فجابوه لما رادوا يبقى الأردن فيها خامات كتير كويسة. مشكلة كرة القدم هي تنظيم، والتنظيم شوي بتنافى مع موضوع العشائري. فجابوا جوهري وسلموا كرة القدم من الباب للمحراب. أنا عاك معهم، كنا نلعب سوريا والأردن فكنا نقابلهم، فجاب معه مساعدين مدربين معه، ومساعد ومدرب حراس المرمى ومدرب الشباب ومدرب كل الفرق، كانوا مدربين مصريين، وأشرف هو على الدوري، وهو اللي نظم الدوري، وبعهد اللي استلم فيه محمود جوهري عملوا نتائج يمكن احسن مره وصل لاسيا بمرحله متطوره. صحيح صحيح صحيح، كان في السيمي فاينل بتاع اسيا بس ما وصلوش للنهائي. اي بس هذا كان يعني دريم صحيح 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 يعني صحيح، كانوا يخسروا مع كل الفرق ما كان عنده. فهو اللي اجى عمل عمليه التنظيم. طبعا الجوهري دماغ كبير بكره القدم، فاحنا قعدنا معهم وشفنا شلون عم يشتغلوا وحكالنا وشرحوا لنا. فواحد مثل الجوهري حسن خلال فتره قصيره يطور فوتبول الاردن كويس، بس مشكله كره القدم حاليا هي فلوس. فما بقى طيب انا معلش بدي اطلع من الاطار هذا اللي حسيته يعني بيحكوا لي بدنا اياها حلقه خفيفه الدم. انا شايف انه الكباتن قلبوها حلقة ماتش يعني مش تحليل وتعريف، دمنا مش خفيف نتكلم عن جمال. طلع لنا صوره من هالصور اللي عندك، خلي الشباب يعلقوا عليها. يلا نحط لك الفيديو الاول يا مخلص. لا قبل الفيديو، قبل الفيديو دكتور جمال، قبل الفيديو احط له صوره. بعثت لك على الواتساب صور. اوكي طلع لنا واحده من الصور. طبعا الصور هذه كل واحد منكم يحكي لي بس بكلمة واحدة، كلمة واحدة ايش توحي له الصورة. يلا بينا. بس اعطوني دقائق. اوكي يلا، لانه عفوا هلا اجتني ف I have to. اوكي اذا دقائق معناته خلص. كمل بس يوني. لا هاي فتحتها. يا نشوف الإيحاءات اللي بتحيلكوا فيها. لا مش هاي الصورة، هاي الباك جراوند. لا ما بتكبر؟ والله باينة. ايه ده، لعب كرة في الحارة والشارع، في أحلى من كده؟ كلمة واحدة يا مخلص، كلمة ماشي. واحدة البراءة كلمة واحدة. كلمة واحدة بس يوني. عمر. على فكرة انتم منتبهين لايش بيلعبوا؟ ما يلعبوا كرة شراب. كرة شراب مش كرة. أيوة. مش كرة. أيوة. أيوة. عيسى. والله حبيبي هذه الصورة هي اعتبرها من اجمل الذكريات انا بالنسبة لي. يلا بايش بتوحي لك بكلمة واحدة؟ توحي لي شو الأصدقاء. أصدقاء. ودكتور جمال. أنا بحكي حارتنا. حارتنا. وكيف كانت حارتكم دكتور جمال؟
والله يعني مش بعيدة عن اللي احنا شايفينه بالصورة صراحة. كنا في براءة، في حب انه نطلع نلعب، طبعا بيختلف عن جيل اليوم، جيلنا كله تقريبا تعود على هاي الاشياء، لكن اللي بحكيه انه كنا براءة، في 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 عطف، في صدق في العلاقة، كنا نهتم بأبناء الجيران، يعني بغض النظر انه نضرب بعض احيانا، بس برضو في كان اهتمام، في شعور متبادل يعني. طيب انا بدي اياك تطلع الصوره الثانيه اللي فيها السكينه، اوكي، اللي فيها السكين، ونعلق عليه ونعلق عليهم مره واحده. اي ويل يعني ايام الحارات كانت ايام، كانت ايام، وتعرفش كيف تأسس الفريق تبع الحارة، وتعرفش كيف بينتهي تعرفش كيف بيبدأ وكيف بينتهي. الصورة راحت الصورة، هلا هجيبها، هلا هلا اوكي. ما هو ما احنا في الحارة لسه، لسه في الحارة لانه الصورة الثانية مرتبطة لما تنزل انت تلعب في الحارة، ماشي. والطابة تروح ببيت الجيران. ايوه. او صاحب الدكان اللي انت بتلعب تكسر الفاترينة الازاز ودي تبقى دي النهاية. لو تطخ السيارة مال الجيران اللي طابقة بالشارع. بس كده. ايوه مخلص. يعني هاي النهاية الحتمية. يا طبعا. مخلص. شرير. صارت معك قبل هيك؟ صارت معك؟ هلا صارت معنا. هلا اللي كان يصير معنا ما كان يصير معنا، هاي قصة سهلة. اللي كان يصير معنا غير هيك، لما طبعا لما كان ينشقوا ثيابنا، فبتلعب انت ما عندك لبس ولا بتلعب، بتلعب بنطلونك نفسه، يعني انت راجع من مدرسة طريقك وانت جاي على البيت، لحقت لك ساعة بالشارع، وقعت على الأرض، الأرض زفت، نشق البنطلون، نشق البنطلون بهذيك الوقت مو هلا، يعني والله من روم نشتري غيره يلا، وعلى طريقه الكنديين، وجود وي ودوينج ويل ودونت وري، يعني نشق البنطلون احمد جريمه كبرى. شلون الداريه بندخل على البيت، طبعا ندخل جانبي هيك عشان ما حدا يشوف، البنطلون نلفه ونزته في الزباله. فبعد اسبوع فقد البنطلون، الا لامي طار من على الغسيل، من حب الغسيل ضاع، اتسرق من البيت. الا كنتي غاسلتي وحطيه على المنشر وراح فهذول لما كانوا يخربوا غراب، ما كان كتير مشكله، او مثلا شق البوت، ما في بوت، يعني عندك شوز واحد كل السنه. اذا اعطيني بس ثواني. تفضل. ايه فكانت هاي الشغلات اذا ضاعت، هاي الطابه شلون كنا نشتريها من خرجيتنا، يعني مثلا يعني عندك بنصمد من بعضنا، راح شقه هذا الشرير بدك ترجع تشتري وحده جديده من اول وجديد، يعني فكان مشكله كبيره يعني. بس يوني انا شفت لقاء مع هنيدي، بجوز حكيت لك مره عنه، وبيحكي انه كان هو عنده كوره، والده جايب له اياها، وشايف حاله على الحاره كلها بالكوره تبعه، فنازل بيلعب اللي بده اياه، وبيمنع اللي مش عايزه، وفي الاخير هو بيلعب الكوره اجت عند واحد من الجيران، فبيحكي بشكل غبي، مش انه يعني يطلع يرمي علينا يرش علينا ميه ولا خلص روحه مره ثانيه اذا بترجع هنا يعني، لا، مباشرة أخذ السكين وشق الكرة. بحكي لك لما شق الكرة كأنه شق قلبي. أنت بتعرف محمد، بتعرف شو يعني صاحب الكرة؟ هذا اللي بيقول على كل شيء، مثل العربي اللي بالحزب الليبرال. بالضبط. هذا صاحب الكرة يحكم الحارة. اسمع محمد، صاحب الكره هو اللي بيعمل التقسيمه، وهو اللي بيختار بعد الجولين حجرتين، هو اللي بيحطهم يعني، وهو اللي بيحدد الفول،
هو بيحدد ان كل شيء على كيفه، ما زبط حمل الطابي وراح على بيته. والمشكله يعني دائما بيكون مش هو الاحسن في الكره. لا لا، بيكون ابوه، بيكون ابوه، بيكون ابوه معه فلوس. احمد، في عندنا صديق طبيب لهلا بنقول له انت صاحب الكره، كان هو صاحب الكره لهلا، فلهلا بنمزح معه ونقول له خيو امرك انت صاحب الطبيب من يوم يوم. انت صاحب الفلوس، انت طبعا طبعا. موضوع الكوره هذا بذكرني في الكوره الصينيه الميد ان تشاينا، بتتذكروها كان عندنا في الاردن سعرها دينار. صحيح صحيح. كان من 14 سوريه اسمها من 14، كانها 14 ليره. كانوا اهالينا ما يشتروا غير منها لانه لازم النهايه. هذه بايام الحصار كان عندنا حلم نلعب بهاي الطابه. الله يعين. ايام الحصار الاقتصادي حلم انه احنا نلعب بهاي الطابه، احنا نسميها جريجر. ليش جريجر ما اعرف. اي كلنا نلعب بالطابه بلاستيك، ومن تنشق نحشيها مثلا ورق ويخيطوها ونلعب بها. صحيح صحيح. كان زمان، كان زمان في مصر عشان الامكانيات يعني وضعف الامكانيات، فعايزين نعمل كوره يتلعب بيها ماتش على الاسفلت مش على ارض التراب. فكانوا يجيبوا كوره صغيره اللي هي البلاستيك. طبعا هو في عصر كده عدى في مصر، هاجي لكم هتكلم عليه بس النقطه دي الاول، ويجيبوا دوباره اللي هو الخيط بس خيط تخين شويه، ويلفوا يعملوا كوره فوق الكوره. عشان الخيط ده يمسك في بعضه بيعملوها بالغراء اللي هو بتاع الخشب اللي هو معروف اللي هو الاسم كله. ففي الاخر جوه القلب بيكون كوره طريه، بس الخيط ده من بره خلاها ايه، ناشفه. فمش اي حد يعرف يلعب الكوره الدوبار دي. قبلها بقى، وطبعا ده انا جيل سمعت عليه، ما اتفرجتش يعني ما عشتوش شكل شخصي، ولكن سمعت عليه من عمامي واخوالي يعني، واتفرجت عليه في افلام زي فيلم الحريف مثلا بتاع عادل امام، ده اكبر مثال عليه، وهي الكره الشراب والكره في الساحات الشعبيه. ودي طبعا بتتطلب مهاره عاليه جدا، لان هي الكره نفسها مش منفوخه ان هي تعمل باونسنج، فمعظم الوقت اللعيب اللي بيمشي بيها بيفضل ينطقها على رجله لحد ما يوصل للجول. فدي طبعا مهاره عاليه جدا يعني، منها طبعا اللي بيتكلم عليها دايما او اللي بيتكلم على فوائدها في التمرين عموما كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه رئيس النادي الاهلي، لانه كان احد الناس اللي بدات من الكره الشراب وفي الساحات الشعبيه يعني. طيب طلع لنا البوت يا دكتور على السريع، كلمه ايش بيحوي كل هاي الصوره؟ انا بحكي نايك. تعرف ليش؟ أيوة. لأنه ابني عنده هوس في بوات النايك. بنروح على الاوتلت بنشتري بوت ب$60 و$70، بكون نازل عليه ديسكاونت 60% و70%. اوكي، بيجي بعد 3-4 أشهر بقول لي خرب بدنا نشتري غيره. بقول له يا بابا لو بتتذكر البوت اللي كان يشتري لي يا ابوي حقه دينار. ايوه كنا نمشي عليه، واخر شيء نعمله شحاطه لانه لما يصغر نخزقه من وراء. فانا سميه نايك لحد ما نطلع عليه القرافه. بس يوني، لعبتوا في البوت هذا مر عليكم زمان ولا؟ بص انا شفت ده اما انا عشت في الخليج بصراحه. في مصر عندنا بقى فيرجن اصعب منه شويه اللي هي الجزمه الباتا. كاين ارستقراطي، كاين ارستقراطي ما. لا والله، لا خالص والله. الشوز الباتا اللي بيتلعب بيه الماتشات هو اصعب من الفيرجن ده كمان، لان هي جزمه كلها قماش والنعل بس، والبوز هو اللي بلاستيك. محمد عيسى مر عليك اصعب شويه معلم. احنا تعرف شو نسمي هذا الحذاء الخاص؟ ايوه ايش تسميه؟ نسميه لابتين. ليش لا تسألني؟ لابتين. لابتين. ايوه لابتين. هلا هي احنا بالعراق عندنا اغلب الكلمات الاجنبيه اما تجي يعني مثلا اصلها انجليزي. هسه حتى اذا تجي تترجم هذا الكتابه لاب وتشين، اللاب هو حضن، وكان هو شو اسمه جاب هاي على هاي ما تعرف. حضن الصين. الحضن الصيني. مخلص.
هلا انا لعبت فيه هذا الصيني كان يجي نوعين هلا هذا يعتبر الهاي هذا النخب اول النخب اول هاي اند هذا هاي اند هذا اذا نحكي كلمه واحده كان اسمه بزابيز صيني بزابيز صيني بدون بزابيز هذا انا لا هذا كان يشترينا يا بابا الله يرحمه يشترينا يا قبل المدرسه خلص سنه فاني انشاء ما في الان نصلحه بعدين يقول البياع هذا بيصلح الاحذيه ما بقى بيتصلح فنروح على البيت نخيطه يعني انا مخيطه يمكن شيء 10 مرات هلا هذا اللي كان يميزه انه له اصابع ماشي بزبيز بقول لك بزبيز له اصابع فالكل كان بيلعب ببوت يكون بلاستيك ويكون يعني صعب اللعب فيه فاللي بيشتري هذا البوت كان يجي وهم ايش يجي وهم انه صار اسرع واحد بيليه صار اسرع واحد وصار لما بيشوت لازم يجيب جول يعني بالله شعور هاي يصير عنده خلص هو الان صار معه بوت سريع اسمه بوت سريع هذا على فكرة مو بس لولاد صغار حتى الأندية الكبيرة ما كان عندهم شيء يعني كان مثلا نادي كبير يعطي بوتين بوت أو بوتين بالسنة بالكتير يعني هلا ما شاء الله يعني أنا بتذكر لما كنا نشتغل بالنادي 5-6-7 بوات وبوت تارتان وبوت على فكرة طبيا هذا مو على فكرة طبيا هذا is not good لأنه الدماغ بده وقت ليتعود على البوت فلما بتغير البوت أنت بتعرض لإصابات أكثر بس اللاعبين هلا اليوم بتفشخروا بالبوات يعني كل يوم عم بيلبس بوت الصبح بوت والمساء بوت فهذا كله نظام جديد يعني ديما الله يساعده كان ما في شيء ابدا انت جبت سيره بيليه ففي صوره لبيليه هات نشوف يلا شوف استاذ مخلص جايب لنا الصور كلها طب احنا يا باشا انا ومحمد عيسى من جيل تاني طب ما تدينا حاجه من جيلنا بيليه من جبلنا انت واخدنا بعيد قوي يا ريس ده الناس يعني لو افتكروا من 10 مواسم كان يبقى كويس مو أنا محمد هدول لا خليها على مخلص خليها على أنا شباب اسمع ما هو في واحد ذكرنا إنه مخلص ختيار فعشان هيك جبت له عشان أداوي جراحة بس يعني هو أداوي حلو بس لا هو طبعا أكيد بيلي يعني أسطورة كبيرة بس الزمن بتاع الكرة ده يعني حتى انا شخصيا بعتبر ان الفتره اللي هي بتاعت السبعينات والثمانينات دي من افضل الفترات اللي عدت على كره القدم كمهاره كمتعه فرجه ان انت بتتفرج على مهارات عاليه دايما لان طريقه اللعب ساعتها كانت يعني يلا بينا نهجم ويلا بينا ندافع والحياه لطيفه يعني كانش فيه مشاكل ما كانش فيه التعقيدات اللي احنا عايشينها دلوقتي احمد بتعرف شو كانوا يلعبوا بتعرف شو الخطه كانت عليهم 5 مهاجمين لا كان 4 مهاجمين باين لا 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 انا بقول لك 3 مدافعين 2 وسط 5 مهاجمين ايوه كانوا 5 مهاجمين يلعبوا فكانوا المدافعين انا يعني انا بيحكوا لي انا ما لحقت الحكي بس من قعدتنا مع اللاعبين من جيل شاذلي ما شاذلي اللاعبين قدامه فكان مهمه 3 مدافعين انه يقابلوا 5 مهاجمين لذلك كانت المباريات 7-6 و3-2 و4-3 كان في اهداف بس انا بالنسبه لي بيليه هو العمده بس انا ما هو طبعا كمهارات يعني بس خلينا نقولها كده يا استاذ مخلص بعد اذنك او خلينا نسال السؤال ده لمخلص ومحمد بشكل خاص محمد عيسى على اساس ان هم يعني متابعين ومهتمين بكره القدم هل تعتقد بكل مهارات بيليه والحرفانه الجامده دي هل لو حطيناه دلوقتي في الموديل بتاع كره القدم دلوقتي ان هو يلعب رقم 10 او يلعب صانع لعبه هل هيقدر يؤدي وسط التكتيك اللي احنا شايفينه ده بالعقليه لا الفوتبول اتغير هلا انا يعني انا بلشت فوتبول اشتغل محترف احتراف بالثمانينات لوقت طلعت من سوريا الفوتبول غلبي بيليه من زمن تاني كل وقت له أدام انا رايي ميسي هو احسن لاعب خلقته البشريه حتى الان الفرق بين ميسي وبيليه لما كان يلعب فوتبول كان في مساحات بالملعب كان الحكم يلبس جاكيت
الجاكيت النظامي اللي بنلبسه بالعرس. الحكم يقعد بنص الملعب ما يتحرك ابدا 10 متر 10 متر. المباراه ما هي سريعه، مساحات كبيره. هلا اليوم الحكم بيرقد 10 كيلومتر بالملعب، الحكم بيرقد 10 كيلو، اللاعبين عباره عن ماكينات بالملعب، فصارت اللعبه كثير صعبه. يعني ما بقى انت عندك ما عندك وقت تمسك فيه الكره، يعني بيليه كان يمسك الطابي ديه مخلص الا ما عندك ثانيتين تمسك. بعرفش حلاوه الكره الجوال، يعني انا ما بعرف، انا بحب لما اشوف الجوال. يعني الان خفت الجوال زي ما حكى بسيوني. ما هي بص يا دكتور، بس يا دكتور محمد ما انا هفهمك، هو الفكره برضو يعني على اساس ان انا برضو في موضوع كره القدم كمتابع، وبعدين دلوقتي يعني كمذيع او ريبورتر للدوريات الاوروبيه، المتعه ان انت تتفرج على فكر المدرب في الملعب، هو بيحرك اللعيبه في المساحات ازاي، يعني بيهجم ازاي، ايه الجمله اللي هو بيحفظ اللعيبه بتاعتها عليهم، ازاي هيخلق المساحه، ازاي ان هو هيوصل للجون. الحركه اللي مش الكاميرا متابعاها، بمعنى لو انت بدات تقسم، بالذات لما تبتدي تتفرج ابتدي قسم الملعب بشكل عرضي زي ما انت شايف على الخطوط، خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم، وتبتدي تشوف منظومه الكوره. هل المدرب ده مثلا سايب الكوره للخصم وعايزه يهاجم؟ هل هو مستحوذ وبيهجم؟ طب طريقه هجومه قايمه على ايه؟ الارتكاز في نص الملعب شكله عامل ازاي؟ هل بيضغط على المنافس مثلا من ارضه، ولا سايب له التمركز؟ فهي دي المتعه، بالاضافه للاهداف. يعني الاهداف دلوقتي بقت جزء من الصوره الكامله، ما بقتش هي بس احنا هنشوف جوان وخلاص، انا عايز اشوف جوان وخلاص. يشوف الملخص تبع كره على الطاير. معلش اضيف شغله يا احمد، مباراه واحده بين ريال مدريد وبرشلونه مثلا، اولا الكره القديمه كانت تلعب بنص الملعب، اللعب كله بالنص. هلا حاليا اللعب كله بمنطقتين الجزاء. اذا بتاخذ مباراه لريال مدريد برشلونه فيهم فرص يمكن قد كاس العالم اللي اقيمت عام 1938 كلها. في ثلاث اهداف مثلا بالمباراه برشلونه ريال مدريد، بس في حوالي 25 فرصه جول، هاي ما كانت موجوده اول. يعني انت تروح على الملعب تقعد كل مباراه تتفرج اللاعبين عم رقصوا بعض، وفي ثلاث فرص اجت منهم جول، هاي او جول. يعني ما اختلفت الكره، كل حاليا الكره دائما قدام الجول. وهذا الشيء انت شخصيا دلوقتي، انت حتى كمتابع لكره القدم، لو جبنا لعيب مثلا مهاري، يعني مثلا اما كان نيمار في كاس العالم اللي فات بيمسك الكوره وكل نفسك، بس يوني عندك صوت بقطع انترنت، اعتقد اجى تلفون، في تلفون ما بعرف عن مين. اي تليفون. هلا هلا لكل زمن بيقولوا كل زمن له فوتبوله، له السينما تبعيته، له الموسيقى تبعيته. يعني كل زمن مختلف، ما بتحسن تقارن زمن مع زمن. يعني شو رايك بمارادونا؟ بس يوني هاي صوره شبابيه، هاي لك بس يوني قطع الخط. هذا محمد عيسى حبيبنا، هذا اعتقد من المباراه النهائيه بين بين ارجنتين والمانيا بكاس العالم 86، تمام؟ صحيح، لما نقول بايده. هذه عندنا بالعائله عندنا بيها، انا عمري كان 6 سنوات ذاك الوقت، بس اتذكر بعد يعني بعد بسنه 90 انا كنت واعي بالكاس العالم. فاتذكر ولد اولاد خالتي وكذا يحكون، واحد من اقاربنا 3 ايام لبس اسود من وراء هاي المباراه. اوف من الحزن. هلا انا سالوه بعد المباراه، هذيك الايام ما كان في فار، ما كان في اعاده كثير طبعا. اي فسالوه بعد المباراه قالوا له شو اللي صار، قال له انها يد الله. صار موت. بس ما بتاع هي اهم شغله بالمباراه، ما هي هاي اهم شغله بالمباراه، انه الحكم كان تونسي اظن الناجي جويني. فهذا الحكم وين ما راح بالعالم بيأشروا عليه، هذا اللي مارادونا سجل جول بمباراه. بس يا حرام كان مخلص. انت حكم هو ما شافها ايامها، ما كان في كاميرات ايه يعني.
هلا هو لازم حكم التماس يشوفها. ايه مراقب الخط. ايه صحيح. ايه هلا هاي إيه خلينا هلا بس احيانا خليني احكي لك انا كحكم احمد مشان ما يفوتك شيء عم نحكي على الجول اللي حطه مارادونا بايده. تمام. تذكرنا اهم شيء انه الحكم كان عربي. اللي هو الناجي جويني اظن. يا اخي ما تحرجنيش يا اخي. تحرجنيش بقى يا اخي بقى. هلا انا احمد انت ما بتعرف انا حكم كره قدم باوتاوا، انا السينيور تبع اوتاوا بالبروفيشنال ريفري. ما شاء الله. انا وسادس على اونتاريو. انا بعمل الانترناشنال فيفا تيست كل سنه. ما شاء الله. طب يعني هتديني لايسن يعني خلاص كده انا بقول عليا يعني كده خدت لايسن. فخلينا نحكي ممكن يعطيني انا اللايسنس. خلينا نحكي ليش هيك صار. انا بقول لك ليش هيك صار. انا بتصير معي هلا انت بالمباراه بتكون مركز كتير بالملعب، بلحظه اللي بيكون لمس بايده بيكون مر لاعب من قدامك. في لاعب مثلا مر من قدامك او انت رف ممكن تكون انت عم بترف او عم بتغير البوزيشن تبعك. انت بالنسبه لك كمشاهد قاعد على المدرج انه معقول يعني انه يعني انه سترول تو ماتش، بس انت فعلا ما بتكون شفتها يعني يعني وبتصير. فهون بقى بتلعب دور الاي كوميونيكيشن اللي هي ما حكام التماس اللي بيكونوا روح واحد. في نحن هون باوتاوا مجموعه حكام عرب، في واحد مغربي سهيل، في مصري بركات وليد، فنحن فعلا عاملين جروب حلو. فصعب كتير بنحكم الثلاثه كانه واحد يعني. بس توني انت لحقته بس توني انت لحقت المباراه هاي تبع مارادونا ولا كنت لسه؟ لا لا انا كنت عند اربع، لا ما لحقتهاش اربع سنين صعب. انا اول حاجه بيج ميجر ايفنت يعني انا افتكره مصر والجزائر 89 ماتش التاهل من استاد القاهره لكاس العالم. دي كانت دي ملحمه. ده البلد يومها مش عايز اقول اول يوم يعني. انت لحقته هذا اول امبارح. اول ذاكره يعني ذاكره قويه معلمه ما تتنسيش. حتى انا يومها كان اهم سؤال عندي واحنا كسبنا 1-0 بس ليه، انا عايز تاني. وبعدين ما كبرت بقى عرفت ان موضوع الجزائر ده قصه، ان مصر ما بتعرفش تكسب الجزائر اصلا الا بصعوبه. فهي واحد ده كتر خير الدنيا يعني. انا على ايام على لما مارادونا جاب الجول في ايده الرجال اعترف وحكى انه جاب الجول في ايده، والعالم كله كتب وصار كلام على الحكم اللي ما شافش الجول اللي جابه في ايده وخلى مش عارف ايه وسجل الجول واعتبر الجول. واحنا انصار مارادونا مش معترفين انه مارادونا جاب الجول في ايده. والراجل في الاخر كسب كاس العالم. انت هتوقف المسيره دي كلها؟ احنا بنحكي انه مارادونا جابه بدماغه بس بين بذكائه بين انه في ايده، لكن هو ما جابوش في ايده. الصراحة جول دخل التاريخ يعني جول دخل التاريخ. خلينا قصة طريفة. هلا أنا أول ما جيت بلشت أحكم بكندا، طبعاً ما بيعطونا ماتشات ولاد صغار. فأنا ماني معود هذا الكلتشر أبداً. أنت بتعرف أحمد الفوتبول بعنا مختلف. صحيح. مثلاً أغلط أقول كورنر، أقول عفوا مرمى. يجيني الولد هيك عمره 12-13 سنة، سوري ريف أي تاتش ذا بول. روح يا ابني روح. انت جاي تدوب هنا يا ابني، تطلع يا ابني كده يا ابني. بعدين يا عمي هذا بيلعب مباريات مساجد يا حبيبي. لا الفوتبول، لا خلينا نحكي. انا بما انه بشتغل بالفوتبول كندي، الفوتبول بكندا ما له علاقه بالسكر تبعهم غير فوتبولنا. لا الموضوع مختلف، الموضوع مختلف تماما. حتى الكالتشر مختلف. لا طبعا، ولكن هو طبعا قايم اكتر على الفيزيكاليتي، وهو معهم من كره القدم دلوقتي بقت الفيزيكاليتي هي فيها نمره واحد. المهاره مطلوبه، الابصار مطلوب، ان انت تبقى عندك رؤيه في الملعب، ولكن الفيزيكاليتي ان انت تقدر تأدي 90 دقيقه بنفس الاداء البدني وتقدر تأدي الدور اللي رسمه ليك المدرب في الملعب، دي نمره واحد قبل اي فنيات يعني. لا لاني عنده مشكله جوزتي ما تشتغل بكره القدم الكندي. انا دعوني مره على نادي جلوستر، انا كنت مدير كره بالاندر 19 17 15. انا كنت المانجر، انا كنت طبيب نادي، بس لما كنت بالبورد بالنادي كانت مسؤوليتي، اشتغلت سنتين عضو بورد، فكان مسؤوليتي ال 19 17 15 سنه. انا اول واحد بسوريا بجيب ثلاثه كاس للنادي ما شاء الله. كنت انا الليدر. ايه،
فقال اخذوني على جلوستر في واحد مدرب يوناني عجب فيني كثير كذا انه تعالوا خلينا نستفيد منه هذا اشتغل اولاد صغار وقواعد فرحت قعدت معهم فشرحت لهم الفوتبول كيف نحن بنعلم اولاد الصغار صعب احمد مشكله الفوتبول بكندا هني صغار الاولاد اولا في عندك الفير يعني كل واحد لازم يلعب 10 دقائق يعني اذا بيكون مارادونا اللاعب بده يلعبوا كلهم قد بعضهم بتخلص ما فيش صاحب الكوره يعني لا لا ما هو ده بقى لا ما فيش الكلام ده لا 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 اسمع سلف نكتي مو هون انت انتهى الجيم 3-1 بتسجل مين سجل الاهداف مشان تكتب سكور بنضل بنكتب 0-0 ليصير عمره 13 سنه الجيم 0-0 ما في دائما الجيم شيت 0-0 ليصيروا عمرهم 13 سنه لا لا لسه قدامهم سنين الجماعه دول ما في فسرحت لهم قصه فهن ففي كان واحد مدرب اظن صربي موجود هناك يوغوسلافي فقال لي انا عندي ولد عم بيلعب طبعا هو ما هو مدرب قال لي ريان عم بتفرج اسا بارن قال لي دخل عمل فنت مرق من 2 لعيبه وكب الطابه برا فالمدرب هون دائما هون الكالتشر تبعهم اوه فيري جود جود تراي ثانك يو اي لايك ات قام الاب ترك الملعب وراح البيت وانا جايب لكم الواد عشان يحط الكره برا هو ده اللي علمتوه فقلت له اشرح لكم انا شو صار معي انا كنت مسؤول عن المباراه عن الفريق ورايح معهم 450 كيلومتر فريق 15 سنه اذا بيربح هذا الفريق المباراه باخذ 3 بطولات وكان دريم بالنسبه لي انه انا اعمل انجاز قمنا خسرنا المباراه عم نلعب باللاذقيه بس لسه عندنا فرصه بعدين اخذنا البطوله بس لو هاي المباراه ربحانا انا خسرنا ف عم بحكي لهم شلون احنا بنربي الاولاد انه يكونوا اكتيف في الملعب يعني نربح يعني الدم فدخلت على الدريسنج روم قلت لهم جايز في بياع ساندويش برا قدام باب الملعب معاكم 30 مينت معاكم 30 دقيقه تطلعوا تشتروا ساندويش وبتروحوا على الحمام وبترجعوا تطلعوا على الباص بدنا نمشي 450 كيلومتر انا ما راح اوقف ولا مره وممنوع واحد يحكي مع رفيقه بالباص واللي بده يحكي مع رفيقه بالباص حنزله بالطريق وفينش وكملنا فهلا مثلا لا ارجع لك باك جراوند حكيت لهم انه اذا لاعب كب كره مثل هاي اللي حكى عنها المدرب ايش التصرف المدرب عنا طبعا انا ما راح احكي على الكلمات وعلى شلون لا 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 احمد كيف بقول له تعال عندي ابني تعال عندي اقعد جنبي سحبوا من الملعب قعدوا طبعا بهدلوا راحوا على التمرين بعد المباراه ثاني يوم في تمرين الفريق كله بيتمرن من عدا هو هذا بيضل بيرقد حوالي الملعب ممكن اسبوع كله رقد هلا هذا ثاني مره لما بيرجع على الملعب لما بيصير قدام الجول بيتذكر انه اذا كبه برا في قعده اسبوع برا لا وفي حاجات تانية وبرضه على المستوى الاحترافي في جزاءات وفي حاجات مشهورة يعني ان انت بتاخد الموضوع لايتلي يعني بس كندا ما في لا هو المفروض هما بيحاولوا ياخدوا الموضوع بشكل لايتلي شوية وبيريز اب البار as they grow up يعني المفروض على الليفل بقى اللي هو U13 و14 واللي هو الليفل بقى اللي هو خلاص بقى انت بتعد ناشئ انه ينضم المنتخب اول لا اعتقد الموضوع بقاش كده يعني بس فيه شد يعني بس المشكلة يا أحمد إذا ما أسستهم صح تحت صح أنا معاك إيه. لازم الولد يعرف وعلى فكرة دي برضو مشكلة أنا دايما بنتكلم عليها وأعتقد إن لينا يعني ليه كذا صديق إن هم من المدربين اللي هم بياخدوا دلوقتي وبيذاكروا عشان ياخدوا اللايسنينج وكده جزء كبير من الدراسة بيكون سايكولوجي لأنك أنت هتحرك الشخص ده إزاي يعني ايه الدافع؟ اسأل نفسك كده سؤال انت كشخص دلوقتي احنا ناس عاديين يعني الحمد لله عايشين حياة عادية يعني ولكن اسأل نفسك سؤال واحد زي رونالدو ولا ميسي ولا حتى ميدل كلاس بلاير يعني مويس كين ولا حتى لعيب بيلعب في نادي مغمور يعني لسه بس بيلعب مثلا دوري درجة اولى وبياخد مرتب كويس ايه الدافع اللي يخليه يطلع عينه في الملعب؟ يعني انا قاعد مبسوط وباخد مرتب ولعبت ما لعبتش انا قاعد انا تمام مكيف يعني وايد وسوات يعني فالموضوع لازم ان انت تعرف ازاي تدخل اللعيب من الجانب اللي يحركه واللي يخليه يبقى اكتف واللي يخليه يبقى ايجابي في الملعب لانه الموضوع مش سهل انت بتحكم
مجموعة يعني في الآخر المدرب في الفرق الكبيرة هو مدير على مجموعة من المليونيرات. الدافع المادي بالنسبة لهم والمعنوي أوكي. طيب يعني جه زي ما جاش. مش أنتم حضرين لنا فيديوهات ولا؟ It's fine يعني. حطنا الفيديو. حضرين لنا فيديو. فيديو فيديو. لو هحط صورة خلاص حطها. خلاص يلا هنحط فيديو يلا. عم الناس. عم الناس كلها. البطل ما تحكي لي هذا من جيلنا يا بسيوني ما تحكي لي من جيلنا لا. انا ليا صوره شهيره مع كابتن محمد صلاح دي في 2013 انا وهو متجوزين في نفس الاسبوع وسافرنا نفس المكان في الهانيمون ومتصور معاه في مطار القاهره كمان صلاح لا حتى لا مش صاحبي قوي لا هو بس انا اتصورت معاه لسه كان قبل الشهره الكبيره يعني الحمد لله يعني احمد صلاح اتصور معاه يوسف شيخ العشرة أمام الكرة وحاط الخط الدفاعي يوسف وكرة حلوة يوسف يا شيخ العشرة قلتها السابقة هذا أنا ده مع فريق الاتحاد مظبوط اتحاد كرامي يوسف شيخ العشرة عشرة على عشرة يا شباب هدف جميل ورائع كسر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة الإعادة هدف رائع هدف يستحق يعني هدف هدف جميل وتسديدة ومن مسافة يعني مش سهلة دي هاي المباراة هن فريقين أكبر فريقين سوريا اتحاد وكرامي كانوا هن عم تنافسوا على الدوري فالمباراة بأرضنا الملعب فيه 50,000 متفرج 20,000 جايين من حمص مسافرين و30,000 من البلد أو يمكن أقل شوي بالنسبة أنت بتعرف شو يعني ترحال كرة قدم ترحال هي 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 من الكالتشر المجنون إذا نحكي عن جنون الكرة نحكي عن الترحال الترحال يعني فريقك أنت عم بلعب بمدينة تانية من قبل بيوم استعدادات البلد كلها الدولة كلها وزير الداخلية بمكتبه وزير الداخلية بمكتبه شركات السيارات كلها عم ينتقلوا 10,000 متفرج من مدينة إلى مدينة الطريق مغطى بالإسعاف بسيارات الإسعاف بكل الطريق الشرطة مستنفرة الملعب يعني كأنه شيء يعني شيء غريب جدا ممنوع حدا يغادر مكتبه قبل ما تخلص المباراة هاي المباراة كنا خسرانين 2-0 الشوط الأول فجبنا ربحنا 3-2 واللي عم يرقد أنا اللي رقدت أنا بالصورة فجبنا آخر 5 دقائق جبنا 3-2 هلا هو خلينا نحكي على جنرالي الريمونتادا هي المتعة طبعا لما تكون أنت خسران وأنا بتمنى دكتور جمالي حط لنا الفيديو رقم 2 اللي كانوا عم يلعبوا فيه واتسون وليستر تتذكر الجيم أحمد لا ده ممكن ما افتكروش ده كان موسم كام ده من 6 سنين لا ده مش فاكر هي هو بصراحه سوي. طب خلاص خلينا نتفرج على الفيديو الاول ايه هاي بعد 7 دقائق من نهايه المباراه الدقيقه 97 مباراه للصعود الى الدرجه الاولى للممتاز بالتشامبيونشيب بالدوري الإنجليزي أيوة في دوري الشامبيونشيب إذا الفريق سجل انتهت المباراة لأنه طلع الممتاز خلاص فالمدرب ترك الملعب خلاص خسر مهمته خسر المباراة There's a goalie save the ball 2 times. كملها. كملها سوري. Counter attack صارت هاي. هون النكتة هون المشكلة. إن هي ردت عليهم بهجمة والهجمة بقت جول وخلص الماتش على كده. واو ما هي كده اللي يضيع ما هي 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 كرة القدم كده هي كده سبحان الله ايوه
ليه يعني وليه واحنا اللي اليومين دول برضو بنعيش الذكرى بتاعت الريمونتادا الشهيره بتاعت ليفربول على برشلونه، برضو من الذكريات الاليمه لجماهير البارسا يعني، اما ليفربول كسبهم 4-0 وخرجهم من السيمي فاينل. هلا هو ليش العالم بتحب كره القدم؟ لانه ما في، لانه ما هي عشان كده. عموما عموما احنا يعني شيء جميل ان احنا التقينا النهارده في عشيه عوده الدوريات الاوروبيه، بكره عندنا الدوري الالماني، وجبه كرويه دسمه. هي مش دسمه قوي طبعا يعني مع فرق المستوى بتاع الدوري الالماني عن الدوريات الثانيه، ولكن هو دوري حلو برضو يعني، في منافسه وفي فرق اهداف، في فرق نقط بين البايرن ودورتموند اللي هم متصدرين المشهد دلوقتي، ولكني اتمنى ان انا اشوف بطل في المانيا غير بايرن ميونخ يعني، مع احترامي طبعا للبايرن وجماهيره، ولكن نتمنى ان احنا نشوف مانشستر مونشن جلادباخ او لايبزيج بقدم موسم حلو جدا السنه دي، فخلينا نشوف ان شاء الله ترجع الدوريات بكره ونستمتع مع بعض. والانباء اللي جايه بتاع ان الدوري الانجليزي راجع والدوري الاسباني راجع، فيلا خير كله خير بدون جمهور مو احمد؟ لا كله دوس دور، بس بصراحه الشركات الانديه والشركات الراعيه خلاص كده، لو الموضوع زاد عن كده الناس دي هتروح في مشكله، فلازم النشاط يرجع، لازم يكملوا الدنيا شويه. هلا هو وجود التلفزيون هو اللي كان يعني كان الشيء النقل النوعيه بالفوتبول بالعالم، هو التلفزيون يعني صحيح. غير صحيح. يعني انا بشوف انه احنا ممكن نتبرع في كنار تي في ان نبث لهم المباريات عنا في القناه يا باشا، حاجه عظيمه، احنا يعني نتطوع ونتبرع. ولا دكتور جمال انت شايف الموضوع مكلف شويه؟ طبعا مكلف شويه. ممكن يعني اول حلقه ممكن مجانا، ممكن اول حلقه مجانا ماشي. وبداوا بالتدريب. طبعا هذا التقرير عن المباراه اللي حتصير يوم السبت. صحيح صحيح صحيح. هلا صار حاليا نحن خمسه عم نحكي لايف بخمس كمبيوترات وفيري ايزي، وكل واحد منا قاعد بالبيت وصوره صافي وصوت. هلا انا لحقت كوني انا اكبر منك احمد، فلحانا والله يا باشا، انا كنت بهزر معاك يا باشا، والله انت واخد الموضوع على اعصابك، والله بهزر احكي لك. لا خلينا اخوي، هلا في ناس معنا على البث ما عصروا، احكي لهم شلون كانت الامور. هلا النقل التلفزيوني هو اللي كان ثوره بعالم كره القدم، بس النقل التلفزيوني قصه ما حدا بيعرف شلون هي. فما احكي لك انا على سوريا بطل. في سياره نقل تلفزيوني وحده، طبعا هي ترك كبير كتير 10 دواليب. هاي موجودة بالشام، طبعا في عليها حراسي 24 ساعة عسكر بحرسوها، لأنه هاي تعتبر ثروة قومية. هاي فيوم اللي فيه مباراة مثلا كبيرة كتير بحلب ولازم تنتقل تحت رغبة الجمهور، طبعا بياخذوا موافقات الجهات المختصة، الشرطة، البولي، الرئيس ما عنده مقابلة، ما في شيء سياسي أبدا. أوكي أخذوا الموافقة، تطلع السيارة على حلب 400 كيلومتر. طبعا الشرطة مستنفرة بالمحافظات اللي تمر منها السيارة، كلهم كل الشرطة واقفين على الشارع بنظموا السير، سيارة الشرطة قدام السيارة، سيارة وراها. ممكن رئاسي بين قوسين توصل هاي السيارة لحتى توصل هاي السيارة على المدينة، طبعا قبل يومين، حتى توصل هاي السيارة على المدينة اللي رايحة عليها. طبعا دخلوها على الملعب، هي لازم بقى يمدوا لها كهرباء، لازم توصلها فكنا احنا صغار هيك، يعني ما كثير صغار، كنا بلشنا نشتغل بالرياضه، فنروح نتفرج شلون الامور شيء اكسايتنج. فورشه كهرباء عم تمد الكابلات، التليفون مشان يحكوا عم يجيبوا لهم خطوط، قصه كبيره، كل كاميرا بدها شيء 50 كابل لحتى يجي لها منصه ليقعد فيها المصور فوق. فيا حرام يشتغلوا يومين ليل نهار لحتى يطلع هذا البس، واذا انقطع الكهرباء راح بيقدروا يبثوا بالتلفون هذا. هلا نحن بنقعد خمسه جاهزين، شباب جاهزين، تك طلع البس. محمد عيسى في لك فيديو خاص بدي تعليقك عليه. يلا
شو رأيك بجنون الكرة؟ هذا الجنون وهذا العشق. اي طبعا طبعا، واكثر من هاي يصير. انا قلت لك هذا قرايبنا لبس اسود 3 ايام لانه خسرت المانيا مع الارجنتين نهائي كاس العالم. بس انا ارد اعلق على بال 86 ارد اعلق 86 صح، 90 المانيا هي اللي كسبت. اي فارد اعلق على كلام كابتن مخلص والعقليه مال الكنديين بالشون بيسفول وشون يعلموهم كذا. احنا نلعب بدوري بالار اي سنتر، الار اي سنتر اللي على ريفرسايد. ففي فريقين عربيه بالدوري البريميوم مال الممتاز، خلي بهذيك البطوله في فريقين عربيه يشاركون دائما، هما فريقنا فريق اسمه الاتحاد، اتحاد سعودي، شباب يمنيين وسعوديين وما هم. عموما المباراه اليوم اللي تصير مباراه فريقينه، الاداره الار اي سنتر يصيرون باستنفار ويخلون مبارياتنا دائما اخر مباراه. ليش؟ لانه مع المود يقول لك ساعه 11 ما يجون جمهور وما تصير مشاكل وكذا، وساعة بال11 تلقى الملعب مليان شباب العرب كلها واقفه جاية تتفرج على البطولة، ويلعبون الشباب يعني كأنه أنت داخل قتال مو حرب، مو كرة قدم عفوا. يعطيكم بالعافية يا باشا. لا هذا الكالتشرين اللي نحن بنعاني منه بالتحكيم، أنا بحكم العرب والأفارقة. الجيم لما بيكون في عندك فريق أفريقي وفريق عربي بيلعب من قلبه، بيلعب من قلبه يا باشا. ايه هلا هلا احمد، انا مميز باوتاوا، انا بلغي الفارقه بيستعملوا فيزيكال كتير، انا بحاول اقلل من هذا الفيزيكال واعطي الجيم فير للطرفين. فالفرق الافريقيه ما بيحبوني، بدهم هن يمارسوا اللي يسموه التنمر الجسدي. انا طبعا بمنع التنمر الجسدي ابدا، وانا مشهور انه انا ما بخلي تنمر جسدي بالملعب، وكتير تف، وبخلي بالاخير بعطي الفريقين يعني فرصه انه يلعبوا كره قدم. العرب مشكله اللاعب العرب، بحكم لمغاربي عراقي. هلا بس مسكت الجيم شيت قبل المباراه وقريته في 3 احمد 2 محمد، تعرف انه انت عندك مباراه فيها شويه مشاكل بدك بقى. ايه لانه نحن ما متقيد باي ذا لو، هني مش اللي عاشوا بكندا لا في كندا، في اولاد عرب بس ولدانين بكندا اسهل، هدول بيمشي على كل الفوتبول بكندا باي ذا لو، ما حدا بيطلع برا. قال احكي لك على خلينا نحكي هجس على اللو. هلا مره انا بحكي مباراه بنات، وعلى فكره اغلب المباريات بنات، يعني 60% من مبارياتنا بنات، لانه البنات بكندا اكثر من الشباب كبروفيشنال سكر. فبحكي مباراة مهمة كانت في فريق بينزل على الدرجة الثانية وكذا، آخر ربع ساعة الحارس المرمى كنا عم نحكم بوكلي على ووكلي، فآخر آخر خمس دقايق سبع دقايق حارس المرمى فقدت الوعي، جت الطابة على راسها كونكشن، وعيت الأرض طبعا بكندا بتعرف، وقفنا المباراة، إجا الأمبولانس 911 شالوا اللعبة لبرا الملعب. وانا كملت المباراه، نزلت حارسي ثاني احتياط لعبت محله. هلا نحن بالقانون كره القدم ممنوع اللاعب يطلع برا الملعب بدون اذن الحكم، فيها يلو كارد. فانا بحكي معي حكمين كنديين ولا شباب صغار على التماس، فانا لما بلشت الامبولانس بدها تمشي حارست المرمى تركت الملعب وطلعت بواسطه للاعبه هيك وشدت علي، ولاني بلشت اللاعبه تصحى وكذا ودعتها ورجعت على الملعب، بطلع على حكم التماس برفع لي الراي عم بيأشر لي شوفي، قال لي هاي اللاعبه طلعت برا الملعب. بالحب اتجمعنا. فانا بالنسبه لي لو بالقانون از بوك لازم اوقف المباراه واعطيها يلو كارد، بس يعني الموقف الانساني هذا بيسموه اللو 18 اللي هي ما موجوده بالقانون، روح القانون صحيح. يعني لو كان يعني يا مخلص لو كان احمد بسيوني اللي بيلعب كنت حتيجيك المشاعر الإنسانية هاي وتخب الكارد، راح يبوس اللاعب كان رقعني ريد كارد مش يلو كارد. القانون يا محمد اطلع بره منشن
هلا بالقانون يلو كارد احمد ريد كارد ريد كارد بص ده ريد كارد وايقاف سنه يقول لك ما تخشش الملعب حرمان وغرامه ماليه تصور احمد راح يعمل لي مشكله انا قلت له نزل نزل الراي وكمان المباراه اجى قال لي انت بس هذا مو فير قلت له شو فير مو فير هاي الحاله احنا بنشوفها بالعشر سنين مره يعني مثل كسوف الشمس يعني ما يعني كثير هن يعني كثير هن نحن ما نعود يعني كثير صعب بس نحن اللي بنميز الحكام العرب على فكره من انجح الحكام بكندا مميزين انه نحن بنعمل مانجمنت للجيم ما منقطع الجيم كيس باي كيس يعني دائما هدفنا بالمباراه انه نوصل المباراه لشاطئ الامان يعني وهذا شيء ما بيعرفوا نحن عندنا هذا السكيل وبنوصل اغلب المباريات لشاطئ الامان وهذا شيء حلو اغلب الحكام المميزين بأوتاوا هن حكام عرب صحيح فهذا شيء كتير كويس انا سعيد ان انا كنت معاكم النهارده وهستاذنكم ان انا يعني هنسحب الى هذا وان شاء الله يتجدد اللقاء تاني معاكم في الجمعه القادمه عشان نطلع نتكلم على اللي حصل الاسبوع اللي جاي ده كله في الكوره وايه الجديد يعني منتظر يعني خلاصه كده في قهوه الجمعه يعني ان شاء الله ان شاء الله شكرا إن شاء الله. شكرا جزيلا تحياتي لكم جميعا شكرا لك هلا هلا وحنين هلا مع الف سلامه حبيبنا هذا الفيديو الرابع اللي حضره دكتور مخلص يا عيني هذه اللي حكى عليها الدكتور انه في زمان بيليه ما تصير هاي الحالات لا مستحيل طبعا انا بشوي بدي احكي عن الفيديو عن شو اسمه عن الجزء الاول المقطع الاول اللي هو التعليق في الكره العربيه له رونقه بتشعر انه بيخليك تغلي هيك من جوا يعني انا شفت التعليق المباريات الكنديه بلاي مش عارف بلاير نمبر 10 هي توك ذا بول هي جيف ات باس ات تو يعني بتلاقيه بيشل يعني شل براح شو رايكم بالتعليق العربي هلا بالتعليق اللي مميزين اللي هوت اكثر مننا هن الطليان الاسبان برتغال وامريكا اللاتينيه اللي المذيع لسه يعني بيبالغ اكثر بكثير من مذيعينا العرب وبيكون بتحسه مربوط يعني بتحسه هو جزء من المباراه وصار المعلق هو عطى متعه للناس تتابع المباراه بالتلفزيون يعني لانه بالملعب ممنوع التعليق بالقانون ما في شيء اسمه تعليق بالملعب حتى كان من فتره قريبه ممنوع شاشه التلفزيون جديد سمح فيفا بالشاشات لانه الاعاده بتعمل مشكله بالملعب فهلا من جديد صار في شاشات كان قبل ممنوع حتى شاشه التلفزيون كانت ممنوعه طبعا التعليق بيعمل جو كثير كبير وفي معلقين جمعوا بين شغلتين جمعوا بين الويكيبيديا وبين الاكسايتنج يعني بيعطيك معلومات بيعطيك اللاعب تاريخه ولادته وين لعب وين كذا وهذا الشيء يعني هذا طبعا هو بيكون عم بتعذب كثير يعني ممكن يشتغل 3 ايام على الجيم وحتى اذا انتبهنا انا ما كثير بتابع عالميات بس هلا صار في عندك اوبشن نفس المباراه تختار المذيع فالجزيره بتعطيك 2 اوبشن لتختار
لانه في مذيع مثلا بيلعب ريال مدريد وبرشلونه، في مذيع بيحب الريال ومذيع بيحب برشلونه، فانت بتختار المذيع اللي انت بدك اياه. فهذا كمان حلو. من الاوبشنات. تطور تطور تطور. انا بتوقع انه المذيع المذيع يعني كان نوعين من المذيعين الممتعين. المذيع الاول اللي بتحمس وبيعطيك حماس في اللعبه، وهذا طبعا متعودين عليه انه يعني بروفيشنال وبيعطيك فعلا بحمسك، يعني بتحس انه بده ينزل يلعب محل اللاعب، ولما اللاعب يجيب جول او الفريق تبعه يجيب جول تحس انه يعني حينزل يسلم على كل اللعيبه وخلص يخلص اللعبه. المذيع الثاني اللي في رايي كان ممتع جدا، المذيع اللي اخطاؤه يعني لا تعقل، يعني بيطلع لك واحد يحكي لك حق وكما نرى حكم حكم الراية رفع الخط، شايف، او يصير يخربط بين الاسماء، او يصير يحكي لك هو منو ذا اللي طالع في الله، يعني مش عارف مين اللي بيحكي. هذا يعني هو بيضيع واحنا بنكون مغيبين من الضحك عليه. اشرح لك ليش هلا، لانه انا عايش كره قدم هلا، يعني نحن جايين من كلتشر ما كان في قنوات فضائيه، كان التلفزيون والتلفزيون الرسمي صح. يعني اذا ابو علي وزير الاعلام لازم يكون اللي يشتغلوا كلهم بالاعلام هن اولاده او قرايبينه، فكان يجيب ناس هن بالاس، لانه ما حدا بيشوف التلفزيون هني الا الرياضه، يعني الجمهور كله بيقعد بيعرف كل شيء عن الرياضه. فحلم اي واحد انه يذيع رياضه، ما بده يذيع اخبار مين بيشوف اخبار؟ ما حدا. برنامج عن الفلاحين، برنامج يعني هدول، فبتلاقي الواسطات، يعني ممكن تلاقي يتدخل فيها كبار البلد ليحطوا مذيع التلفزيون، فبيجي مذيع الرياضه. فهذا مذيع الرياضه، في كان عندنا واحد سوريا كان يذيع، كان يعمل برنامج ديني قبل صلاه الجمعه، وسبحان الله في له قرايب كبير صار مسؤول وحطوا مذيع رياضه، وغير لا يمكن تشيله، لا يمكن لا يمكن لا يمكن تشيله. فكان هذا يعني هذا كان النقل تبع مخلص كان يعمل دعوات للفريق يدعي له بركه هلا ماشي المباراه، مره ماشي المباراه قامت مر الطياره من فوق الملعب، قام المخرج اخذ صوره للطياره، قام قال للمسافرين نقول وداعا وللقادمين اهلا وسهلا. فالنكتي احمد غادرنا. فهذا المذيع صار في دوره بمصر، دوره بمصر للمذيعين، طبعا هو اسمه اول واحد راح على الدوره بمصر، فالمصريين شغلتهم يعني، فعملوا هيك، صار كل واحد منهم يعمل 10 دقائق. بعد ما خلص واحد قال له ايه ده انت تنفع خطيب بالجامع. طلعت المواهب والله، مش عارفين الباك جراوند تبعه، حصلوا فورا قالوا انت تنفع خطيب بالجامعة. طبعا اهل المغرب العربي تميزوا بالتعليق، عصام الشوالي وجواد بدا واكثر من واحد، يعني انا بتذكرهم، حفيظ دراجي دراجي يس. لهذا السبب جمال، المغرب العربي سابقنا بالتاتش مع اوروبا، فهن كانوا اقرب لاوروبا من مشرق العربي، فهن اخذين اولا بيحكوا لغه فرنسي كويس، اللي اجوا اشتغلوا بالرياضه بالخليج ومنها انشهروا، عاملين بيرفكت انجلش واخذين كثير من الكالتشر الاوروبي، فاستطاعوا انه يدخلوا بالسيستم اكثر من المشرق العربي، ونجحوا نجاح كثير كبير، رغم انه في عندهم مشكله لهجتهم ما بتفهم، بس استطاعوا انه يغطوا عنا بشغلات تانية ونجحوا، وهذا كان سبب نجاحهم فيها. صح. طب وين المرأة في الكرة، وين بتشوفوها المرأة؟ بدي أسأل سؤال على المرأة، أنا بدي أسأل سؤال على المرأة. طبعا أنا محضر بالمناسبة، محضر مسابقتي علشان الأسئلة، لكن أيوة. يبدو أنه الأجواء غير مناسبة للمسابقة. السؤال
السؤال حساس على موضوع المرأة. أول فريق كرة قدم نسائي في الشرق الأوسط تعرفه كان من فين؟ نسائي. لا فعلا ما بنعرف. نعم. ما عندي معلومين. المفروض الكل ما عرفه لازم مخلص يعرف. ما بعرف والله فعلا ما من سوريا؟ ممكن لبنان؟ من حلب 1950. واو. هلا اقول لك ليش. هلا انا بقول لك ليش. لانه نحن بحلب رياضة هي مجموعة من حلب هي مسلمين ومسيحي وارمن. ارمن. فاللي نهض بالرياضة النسائية بسوريا هن الاخوان المسيحيين واخوان الارمن. كان عندهم أندية متقدمة جدا وكانوا هن اساس الرياضة. لانه الكالتشر تبع سوريا ما بيسمح للمرأة بهذاك الوقت انه تروح تلعب كرة قدم ورياضة. كان في قانون بيمنع اصلا. كان في قانون بيمنع المرأة تلعب كرة قدم. ايه فهن الناس اللي الدين تبعهم او الكالتشر تبعهم بيسمح بهذا الشيء. فكان هن اللي كانوا اللي متولين الباسكت بول الهاند بول. فكانوا هن هلا بكندا كرة القدم. لأن احنا بكندا كرة القدم هي كرة قدم بنات. يعني المميزة أكثر من الشباب. هي صح. لعبة أصلاً هي لعبة بنات. وتفاجأنا. وعلى فكرة تحكيم البنات أصعب من الرجال. يعني أنا بحكم الرجال كي صعب. مشد شعر. لا 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 والله. لا أبداً بالعكس تماماً. هن كتير ملتزمين بالقانون. بس المشكلة طريقة اللي بيلعبوا فيها هي بتختلف عن طريقة الرجال. يعني في شيء بيعملوه البنات بتصفروا فاول. بمباراة الرجال ما بتصفروا فاول. اه ريلي؟ ايه كتير. انا بالنسبه لي ضليت سنتين لحتى تعودت حتى امشي. يعني حتى تمشي مع كتير كنت اتعذب اول ما جيت. سيستم اللعب مختلف تماما. وبدك وبتحسسوا يعني بمباراة الرجال بتصفر بلنتيتين بعد. يعني بتصير مشاكل بس بعد المباراة كل شيء بينتهى. اذا بتغلط غلط واحد بمباراة البنات ما بينسوا 5 سنين. في فيديو انا شفته كنت بدي ابعث لكم اياه بس بعدين بطلت. المهم الفيديو عنوانه لهذا السبب لا يحب الناس لعب كرة القدم النسائية. شايفه يعني شايفه. شفته يعني شيء المقاطع اللي فيه من عجب العجاب صراحة. لا لا فوتبول لاني عندهم فوتبول حلو واني رابع عالم بكندا. وفي مباريات انا بتستغرب انت انه بيلعبوا حلو. يعني بيلعبوا. انا بحكم جامعه. انا بحكم مباريات اليونيفرسيتي جيم. اليونيفرسيتي جيم جيم عالي المستوى. في تكتيك في فيزيكالي في 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 لعب. يعني الجيم بيعادل الدرجه الممتازه بالوطن العربي ويمكن حتى اعلى. يعني طب في تشجيع عربي نسائي في الوطن العربي ولا خفيف حاليا؟ بلش الملعب. طريقة الملعب ما بتسمح بدخول البنات لأنه الكلمات البذيئة والشحن. الوطن العربي في شحن كتير كبير بالملعب. يعني في يعني الكالتشر تبع كرة القدم سببه سعر التيكت. سعر التيكت بالوطن العربي كتير خيص. فالطبقة اللي بتروح على الملعب ما كلها طبقة يعني متوسطة. هذا إذا كانوا دافعين كمان مخلص. هاي اذا كانوا دافعين ما نطوا من فوق السور. لا ما بضل. هذا حكي قديم. هلا بعد ما صار احتراف ومصاريف وصارت منظمة. بس ما زال سعر البطاقه. هلا انت اذا بتطلع على الورق الاجنبيه بتلاقي ناس كبار بالعمر. مره وجوزها مره وواحد رفيقته. الكالتشر مختلف كثير. نحن ما زالت كره القدم الجمهور تبعها اللي بيروح جمهور داون على الملعب. ما بيروح جمهور عالي المستوى او عالي المستوى له محل معين بالملعب بيقعدوا فيه وما بيحتكوا بباقي العالم. هذا المحل ممكن يتواجد فيه نسوان. في بسوريا بلش من سنوات قليله يصير فيه. بمصر في شوي شجعت الدوله على هذا. بشكل عام روحه المراه على الملعب كثير صعب حتى الان بالوطن العربي. اما هون كندا يعني بيلعبوا وعادي جدا وانا الحقيقه تعودنا على مبارياتهم. بس ما زالت بالنسبه لنا احنا مبارياتهم صعبه. ويعني احيانا بعدين
بعدين ممنوع تتقر حدا، يعني ممنوع تلمس بنت، يعني احيانا انت بالملعب بالصدفه بتصطدم، يعني بتكون كثير حذر، بدك تضل بعيد وتضل مخلص. ايه ذكرتني في قصه صارت معي في كييف في العام 94 اي ثينك. في ال 94 كنا لسه جايين على كييف للدراسه، بنحكيش لغه كويس، الدنيا برد. واحد من الشباب بيحكي لا مش ليفربول، ريال مدريد بده يلعب مع دينامو كييف، والتذكره كان سعرها $5، يعني بسعرهم كان غالي بس بالنسبه لنا كاجانب لانه بالدولار يعني ولا شيء. فقال يا جماعه انا شاري التذاكر، اللي بده يجي يحكي لي. فشرينا التذاكر، انا لا لي بالكره ولا بالعقين، يعني رحت مش عارف مين بيلعب مع مين. المهم دخلنا على الملعب وقعدنا زي هالناس الكويسه. دخل اول شيء دخل مين؟ ريال مدريد، لانه هو الضيف او ما بعرف. المهم دخل ريال مدريد، فواحد من الشباب اللي عندنا وقف بيحكي هاي. وطبعا الروس لما بيدخلوا على الملعب بكون معهم اناني الفودكا جاهزه يعني والهاي. فواحد مسك الانين وضربها في نص راسه والدم فرفر. طبعا اجت الشرطه على السريع حوطتنا، لانه احنا قاعدين في المكان الغلط، احنا كنا قاعدين مع تبعون دينامو كييف، فسحبونا من الملعب اخذوه على المستشفى واحنا روحونا على البيت. لا حضرنا المباراه ولا شفنا حاجه. ايه الملعب؟ لا انا حضران ثلاث وفيات في الملعب. انا حضران ثلاثة من الجمهور توفوا. لا الملعب يعني قصه اللي احكي لك على، خلينا نحكي على الطرايف. هلا من الطرايف صارت معي كطبيب عم نلعب. نحن كنا نادي كتير كبير، نادي الاتحاد، وفي نادي طالع من درعا اول مره بيلعب بالاولى بالممتاز. ورحنا نلعب عندهم بمدينه درعا. طبعا لما بيروح الاتحاد على مدينه درعا يعني كانوا جاي البرازيل، البلد كله يعني البلد كله في الملعب. والله المباراه ماشي كويس 0-0 لاخر اربع دقائق بالمباراه، خمس دقائق بالمباراة. أنا قاعد على الخط، أنا كنت معروف بسوريا يعني طبيب وبعالج حتى الفريق الثاني. وبيطلع لاعب من فريق درعا بده ينطح طابي براسه، بيوقع على الأرض تنكسر إيده، العظمتين بينكسروا زاوية هيك أبداً قدامي، يعني بيني وبينه 5 متر. فأنا ما انتظرت لا حكم يوقف المباراة، فوراً نطيت على الملعب بدون إذن ورجعت العضل، لانه هذا يمكن بعد دكتور جمال هذا الوقت الذهبي انك ترجع الايد مثل ما هي، ترجع وبسهوله يعني لا في الم، لانه بعدين بتصير صعب. فرجعت الايد انا وظبطتها، ووقف الحكم المباراه طبعا شكرني، وسحبت اللاعب شوي 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 على خط لبرا الملعب، وعم نطلب الاسعاف وعم بحط له جبيره، ونزل اللاعب الاحتياطي دكتور جمال. اللاعب الاحتياطي لم يفعل شيء ابدا، شاط طابي وحده بس بالجول وربحه 1-0. وانا ماسك ايد اللاعب هيك طابي الشبك خلص المباراه. الفوتبول جنون، يعني بتصير معك يعني شيء غريب عجيب، لا بتعرف بكون رايع على المباراه بشيء بترجع بشيء ثاني، يعني كل لحظه بصير معك شيء، ما في شيء مخطط اسمه، يعني بدك تكون انت بملعب جاهز لكل الاحتمالات. طب محمد عيسى كيف انت والكوره على البلاي ستيشن؟ انا ما العب بلاي ستيشن نهائيا. مالك فيها؟ ابدا. انا الي صاحب اسمه شريف خواجه، طبعا له تحيه من هون، يعشق الكرة بس على البلاي ستيشن. بلاي ستيشن صحيح. هذا ملعبه. انا اروح اشجع. تميمي شو رايك في الموضوع؟ لا انا موضوع البلاي ستيشن ماليش في الموضوع، والالكترونيكس اصلا انا ما برغبهاش لانها بتعمل تنشن في عند الواحد، وانا كنت اتجنب اي شيء بيعمل تنشن. يعني انا لما كنت في لما بديت مرحله الاعداديه كنت زمان عصبي، كنت وانا صغير عصبي وانا طفل يعني. بس لما بديت المرحله الاعداديه والثانوي اخذت قرار ما يعني ابطل عصبيه،
فاكتشفت انه موضوع العصبية هذا موضوع قرار، يعني مش موضوع انفعال وانت بتخرج عن عقلك لا، فيه تمييز وفيه قرار يعني. فلما قررت بعدها تجنبت الاشياء اللي فيها انفعال، حتى الاشياء يعني كان في جيمز بتذكروا زمان، الجيمز اللي كانت برنس وبرنس 2 وبرنس مش عارف ايه، اللي بيدخل على القلعه بده يروح جزء، انا وزميلي الدكتور مخلص نتذكر مال اتاري صخر. فيعني هذه لما كانت كنت تنفعل انت مع وترجع يعني لما يموت البطل تبع الجيم ترجع انت من جديد، فانا ما ارجع من جديد، لا اسكر الموضوع وابطل اللعبه كلها. ايه بس فوتبول يعني فوتبول حلو. الفوتبول بيطلع فيه طاقتك. هلا انا كنت اخصائي جراحه وكانوا بالجامعه يقولوا عني المجنون، انه ايش يعني طبعا دكتور بالشرق الاوسط شغلك تعي كبير وكذا، لك انتم معقول مخلص مقضي وقتك بالرياضه وكذا بتطلع؟ وكنت اشتغل فولنتير يعني، انا اشتغلت انا بلشت حكم كره قدم سنوات قليله، بس بما انه انا لا املك جنسيه بسوريا فمستحيل احسن اكمل كانترناشنال ريفري، فتركت التحكيم ورحت على الطب الرياضي. فقالوا لي لك شو انت شو بالاخير انت اهتم بدراستك اهتم، فكان في فير في دائما يعني بهدلني بطريقه يحكي معي بقله احترام يعني، انه شو معقول انت يعني ده. فراحت الايام، اجت الايام طبعا الفوتبول بيعطيك شهره يعني، انت طبعا ما دخل التلفزيون وكل نهار انت على التلفزيون ولقاءات واذاعه بتصرح وانت مين مصاب ومين مصاب، صرنا مشهورين. فبتفاجأ بيوم من الايام عندي لاعب كان هيك نجم كتير كبير اسمه مهند، فبدق لي على عيادي نفسه هذا الشخص، كيفك مخلص شو اخبارك، انا دكتور فلان اهلين كذا. قال لي مخلص ممكن اطلب منك طلب هيك، قلت له ايش تريد؟ قال لي ابني بده يتصور مع مهند. فبس شلون بدك، والله وهلكني. وانا غلطت مره على التلفزيون قلت له هذا رفيقي كان بالجامعه دكتور الفريق، وكل يوم ابني عم انه بده يتصور. ففعلا اجى على الملعب اخذناه على غرفه الدريسنج روم وتصور يعني. فكانت لكن كره القدم هي ما بس كره يعني، هلا هي بتعطيك خبره يعني، بتعطيك اولا انت عم تتعامل مع 22 لاعب، عم تتعامل مع المدرب يعني، بتكون عم تتعامل يعني هي انا بالنسبه لي هي فادتني بحياتي. انا سر نجاحي بالحياه اذا كنت عم بنجح ببعض الامور هي كره القدم يعني. بتعطيك الديسيجن يعني، انت بتعلمك انت مثلا بالملعب كل الوقت عم تعمل ديسيجن، بتعرفك على الناس. هلا اذا كنت سوشيال بتستمتع، هلا انت بتصير جوا الناس جوا العالم، بتقضي وقتك بتفضي كل الشحنات اللي عندك اللي ما عندك محل تاني انك انت تفضيها. وكمان بتفرجيك انه الحكم سهل. ايه ان الحكم مش مساله معقده يعني، اللي بيحكم 22 لاعب في في الملعب يعني ممكن يحكم 3 مليون 4 مليون 5 مليون. ايه صح مؤقتا لو الشغلات اللي كتبتها بالشغلات كتبتها بزماناتي، انا اكتب زاويه اسمها الكره والناس سوريا، كتبت على لما انتقلت من البلد الصغيره للمدينه الكبيره، كون انا لعبت شوي فتره حارس مرمى، فكتبت انه كثير فادتني كره القدم وعملت لي مشكله، هي المقاله كثير كبيره. فلما انتقلت على المدينه الكبيره كان سهل جدا اتعامل مع الناس بالمدينه الكبيره، لانه انا بعرف من الاساس الكره بتجي بالمحل اللي انت ما بتوقعه. فكان وقتها كان من المقالات اللي عملت لي يعني مشكله كثير كبيره، انه انت عم تحكي على اهل المدينه وما اهل المدينه وكذا بس يعني فهيك. فدائما بدك تكون وبدك تلاقي حلول سريعه يعني، انت يعني بتعلمك كره القدم انك انت تلاقي حلول خلال يعني خلال ثواني لازم تلاقي حل. مثلا انت انت حكم كره قدم، ضربت الطابه بالعارضه ونزلت، طب شو بدك ديسيجن؟ كل الملعب بيستنى انت، طب انت ما شفتها. احيانا انت بتكون كثير سريعه وبدك لا يا بدك تقول جول يا بدك تقول العاب كملوا. طب انا بدي اسال سؤال معلش، فيه بجوز فيه هيك فلسفه ايه، احنا يعني العالم كله بيتكلم عن الديمقراطيه، طب انت بتشوف
نظام تحكيم كرة القدم بتشوفه فيه شكل من أشكال الديمقراطية ولا هو عدالة المستبد؟ هلا سؤالتي حلو. هلا النظام القديم تبع التحكيم كان نظام ديكتاتوري كامل، الحكم هو صاحب القرار ولا يجادل. ممكن بعد المباراة لجنة الحكام تناقش وتعاقبه مثلا، بس كانت لا بصير تطلع العقوبة على الإعلام ولا بصير حدا يناقش الحكام بشو عمله. هلأ مع تطور الدنيا وضغط نورث أمريكا اللي عم يضغط على الفيفا، هني نورث أمريكا اللي هني بدهم يكون الحكم ما هو الآمر الناهي بالمباراة. فهلأيني خلال السنوات الخمس الماضي بلشوا يشلحوا الحكم الساحة الكثير من الصلاحيات، فحطوا له حكمين جنب الجول، ركبوا بالمرمى بسموه عين الصقر، طيب دخلت ما دخلت. الفار اللي صار فيه، صار هلا حطوا حكم بيقعد على التلفزيون بيراقب المباراة، بس ضلوا كل هدول as a book as a law، هدول هني استشاريين ما بيغيروا لك قرارات، يعني ما بيجبروك، ضل القرار لك بس صاروا هني يعطوك رأيهم. مثلا الحكم الفار بالميكروفون بيقول لك انتبه في ضربة جزاء صارت انت مشتا، فهون انت تروح على الفار. طبعا هذا الحكي سهل بالمباريات الكبيرة لانه هذا له تكلفة، انت ما بتحسن تحط فار بكل ضيعة، ما بتحسن تحط فار تحط هذا الاجهزة كلها. فالفيفا قسم كرة القدم لجزئين، جزء اللي هو المباريات العالية المستوى وبلش يتشدد، صار ما بقى ممنوع تقام مباراة عالية المستوى بدون فار اللي هو المراقبة بالفيديو، لازم يكون خمس حكام، لازم 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 بيحاول. طبعا زائد انه اختبارات الرقد تبع الحكام، اختبارات اللياقة، ما بصير الحكم يعني ما بصير الحكم ما يرقد كويس، يكون دائما 10 متر عن الطابة. فأنا رأيي خفت كتير الدكتاتورية، بس أنا رأيي إذا توصل لمرحلة راح يشلحوا السلطة الدكتاتورية للحكم. بس هي أنا كجيل قديم بحس أحياناً رغم أنه هذا الحكي ما كويس، يعني أحياناً بتفيد الدكتاتورية الحكم، بتمشي مباراة بس بتضيع العدالة. فأنت هلأ اليوم هل تتوقع أنه يصير في انتخابات للحكم؟ ديمقراطية ديمقراطية بينجح ترودو. طبعا احنا كثير انبسطنا بوجودنا معكم بسامير، كلها بسامير، هذه كانت حلقة مميزة جدا وممتعة جدا. اعطي الاخوان دقائق عشان اذا بدهم يحكوا اي شيء في النهاية. محمد تفضل معك المايك. والله يعني احكي لك مع مثلا على كرة القدم، الكلمة اقولها انه هي متعة بالأساس، وإضافة إلى أنه هي يعني حركة وكذا للجسم. فالإنسان برأيي أي واحد عنده فرصة يلعب كرة قدم أو يمارس كرة قدم لا يتأخر، لأنه يندم عليها بعدين. صحيح والله، هذه يعني نصيحة. مخلص، أنا بس بنصح الناس حتى عم تابعونا أنه بس يتركوا أولادهم يعني ياخذوا حريتهم بالهوايات، حتى لو كانت الهواية ما بتحبها أو بتلاقيها شغلة غريبة. لأن أولادي بيعشقوا البلاي ستيشن، أحياناً بحكي معهم بس بعد ما بحكي معهم بتذكر أهلي، بقول طيب أنا عم بعمل مثل أهلي، يعني نفس طريقة أهلي، فبرجع بنسحب. اتركوا لأنه الولد لازم، لأننا انحرمنا من الرياضة بفترة الطفولة. بتمنى أنه كل الأهل ما يحرموا أولادهم من الرياضة ويتركوهم أي هواي، طبعا ضمن الهوايات المقبوله، يعني ما يكون هوايه غريبه جدا. هلا مثلا بجوز الاب يحب كره قدم، ابنه بده يلعب باسكت، لا اترك ابنك، يعني اتركوا الاولاد يستمتعوا بوقتهم. وهذا الكالتشر بكندا حلو، الاخير الولد بيعمل اللي بده اياه، وانا رايي هذا اقرب للنجاح. بس بتضل كره القدم هي شيء سر وسحر ومعشوقه الجماهير، وصعب حدا يحسن يفهمها، وستظل على عرش الرياضات أعتقد لفترة طويلة وطويلة جدا. أكيد. طبعا أول شيء بدي أشكر الجميع على هذا اللقاء الجميل، المقهى كان ممتع كالعادة،
اليوم كان مقهى كروي يعني بامتياز، كل ما فيه كرة. شوي أشفينا غليل الرجال شوي، في البعض علق إنه هذه جلسة رجولية، ربما تكون جلسة رجولية تماما، لكن أعطينا الرجال يعني جزء من الحلقات اللي عادة بنعملها. فبعد هيك حنرجع لعهدنا السابق، بتمنى إنه نسمع كثير من الأفكار في إنه نحول هذا المقهى إلى مقهى فعلا ممتع، خارج عن المألوف، بعيد عن الضجر، بعيد عن الضغط النفسي للجميع. وبنفس الوقت إذا بدي أقول شيء بالنسبة للرياضة، ف بدي أحكي إنه الرياضات القادمة الله أعلم كيف حتكون شكلها، رياضات ما بعد الكورونا. بالضبط، لأنه الحقيقة الأجيال الأجيال الجاي، يعني أنا امبارح بحكي لواحد على موضوع الكونفرنس وعلى موضوع الميتينج، فبيحكي الآن إحنا بنعمل ميتينج أحسن ما كنا نعمله زمان في كلوز روم، لأنه الآن الميتينج اللي بنعمله فيه تسجيل، ممكن نعيده من جديد، نعرف شو اللي كان فيه، حيثيات الأمور، مش محتاجين حد يأخذ النتائج والمحاضر، خلاص صار كله يتسجل ريكوردد. يعني قلت له مش بعيدة بكرة تصير أنت تعمل الميتينج في وقت، وبعد ما تخلص الجزء تبعك يجي واحد في وقت تاني يعمل الميتينج وكأنه أنت موجود، وواحد يجي وقت ثالث يجي يعمل الميتينج وكأنه الاثنين كانوا موجودين أمامه وبتناقشوا يعني هذا التكنولوجيا الآن لسه ما استوفت أغراضها، لسه بادية. يعني تكنولوجيا العمل عن بعد، تكنولوجيا الإنترنت، تكنولوجيا البورتلز اللي عمالها بتطلع هذه والبلاتفورمز اللي بتطلع لسه بادية، فالفيجن تبعها لا يمكن تخيل وين هيروح. طبعا باسم كنار تي في بنشكر الكابتن احمد بسيوني اللي كان معنا، بشكر اخونا محمد عيسى، دكتور مخلص اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم جميع المشاهدين اللي علقوا. انا صحيح بحكيها كانت تعليقات رجولية الا اختين زميلتين علقوا في البداية، اعتقد انهم طلعوا يعني لكن اجين هي مقهى فكان الحديث مفتوح للجميع، وسألنا عن الوضع النسوي لأنه كان بهمنا ننظر إلى هذا الموضوع. نشكركم مرة ثانية، بذكر بلقاءات غدا الساعة 6 حيكون لنا لقاء مع الدكتورة ربا فتال عن تأسيس مؤسسة مهمة جدا في أوتوا قبل الكورونا وما بعد الكورونا، كيف صار البزنس فير والأمور هاي، فتابعونا، حلقة مميزة راح تكون. دكتورة ربا ناشطة اجتماعية ولها بصمات في المجتمع المحلي. الساعة 8 حيكون عندنا أذان المغرب إن شاء الله، والساعة 10 راح يكون معنا لقاء مهم جدا مع أحد الأخوة والأصدقاء اللي أصيب بمرض الكورونا، وندعو له طبعا بالشفاء العاجل، وهو وراح يكون معنا طبيبه أيضا بنفس اللقاء، راح نتكلم عن الأعراض وشو صار معه والقصة تبعته. بديش أحرق لكم القصة ولا أحكي لكم اسمه لأنه هو شخصية قام بشيء فعلا يقدر عليه وشيء عظيم، هنحكي عنه بكرة، فتابعونا في الحلقة الساعة 10 مساء وإن شاء الله تصبحون على ألف خير. تصبحون على خير، أعطيكم العافية.